علاقتي معها أحبها من يوم من بداية طفولتي وارثة عن والدي ونحبها وتحبنا والبل عطي الله ما في أحد يكره كلن يحبها والله عدد اللي بال طال عمركم يتراوح لين يصل 150 وينزل لحد 60 حسب ظروف الزمان وبنبيع فيها واليوم انها كثرت بعنا فيها واليوم انها قلت ترجع ل 60 70 والحمد لله رب العالمين الامور كلها طيبه والله الابل فيه قصص ما هو قصه دائم يحضرنا قصص مر من الطريف والعجيب كنت حد الازمن حائل بالابل حقتي للجنوب وحنا من اهالي تربه من سكان تربه ومشينا يومين تقريبا اليوم الثالث امسانا الليل حوالي وادي بيشه من تحت عد بن هشبل والله يعني قدام المغرب بشوي وقلت للعيال بنمرح قبل نقطع الوادي الوادي خطير وتهج بعرنا ولا يصير علينا من الظروف شيء ولا فقالوا العيال قالوا العيال يا ابوي تفكر لزموا علي انك تقطع الوادي انا صراحه عيالي احب اني اطيع رايهم وشورهم ولا اعصاهم بشيء ف اراد الله وقطعنا الوادي وكلمت الكبير منهم قلت انا ابوك قدم الوايد قدامنا مقطع الوادي علشان اذا قطعنا الوادي تكون قريب عندنا وتمرح بعرنا على وايد أراد الله أن قطعنا الوادي قطعنا الوادي المغرب تقريبا المغرب أذن الأذان حل الأذان صليت معي ولد عمي ومعي السوداني حقي ومعي طفل يبلغ من العمر 5 سنين 6 سنين ويوم أننا صلينا الطفل أراد الله أن يطلع على الرحوب ويركب عليها كان صلى معانا وبعد ما كبرنا تكبيرة الإحرام وصلينا طلع على الرحوب فبعد ما كملت ركعة هو في الثانية حسيت بصوت الرحول الوايت قرب صوت الوايت قرب وحسيت بصوت الرحول صوت البل فهجت البل والطفل فوق الرحول كملت صلاتي السوداني قطع الصلاة من عندي وهج ما أدري وين رايح أراد الله أني أكمل صلاتي بعد ما كملت صلاتي السوداني يجري يقول البل هجت ومحمد فوق الرحول هجت بلده لقيت يم البل رفعت له بصوتي صوت عالي وبعد ما ندهت له بالصوت يو 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 دو 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 سمعت الصوت هداها الله والله نزيدها بعد تقريبا عاد كيلو ولا هداها الله ورجعت بالطفل والله كنا قلت يمكن تروح بالطفل وتضيعه ورانا طال عمرك ديرتن اسمها المهمل المهمل ذا اللي يروح فيه ما يجي وزيد اني استكربت بس من وفاء البل على صوت راعيها ندهت له بالصوت جتني راجع وقعدت اكمل في الصوت العامل قال لي يا عمي البل جاء صوته قريب وقعدت اكمل في الصوت الالبل يوم جتني يوم جتني البل طال عمرك الحمد لله الولد ماسكنا الرحول وعلى الشداد وبخير وبصحه ونحمد الله ونشكره منها عدينا على مراحه ومرحنا سمع اصواتنا شيخ من شيوخ اكلب جانا وش الصوت وش الكلام ان هذا اللي الله اراد حلف علينا وغدانا من الصباح والحمد لله الامور كلها طيبه الناقة تحس في راعيها تحس بكل شيء يحس براعيها حتى وفاة راعيها تحس بها لأن أعرف عن البل طال عمرك واحد من شيابنا ولد عملي توفى أثر وفاته اليوم الأول واليوم الثاني أباعري ما يقارب 200 ناقة والله أنها قريب البيت وقوف حزنت مع ذاك اليوم اليوم الثالث سرحت هذا من وفاة البل أعرف أن البل وافية واللي أنا أعرف لك غيرها وافية مثل رحول صنيدح الهرمي الهمريك صنيدح الهمريك معه رحول طيبة من الجيش الطيب
يروح وياها ويباتهم في الخلا، واذا بات تنام عنده ولا قال انسدح يعطيني يدك انسدحت اعطته يدها، ولا قال ارفعي رجلك رفعت رجلها، وان قال ابركي بركت، هذا من وفى البل. البل لها وفى كثير. ايش بعد قلب الوافيه مع اهلها لها وفى ما اقدر اعد ولا احصيه، وجميع مواصفات البل ووفى البل، وهذا صعب الرجل اللي يقول انه بيكمل عدد وفى البل. قلب الوافيه لا بعد النهايه. لا الباديه فيهم صحه، طال عمرك الباديه ناس تمشي وتروح وتجي، وعند البل وتمشي مع البل وتشرب حليب البل، واقوياء اقوياء بعد. راع الناقه ترى قلبه قوي قوي، راع الناقه قلبه قوي وفي عضلاته قوي وفي صحته قوي. والبل كلها بركه، حليبها علاج، بولها وزر البل علاج، كل البل خير باذن الله كلها خير.